السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة جديدة من خط أزرق تأتيكم من شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري. كل التحية والتقدير لمشاهدينا أينما يصل إرسال الثانية، وفي الإعادة إن شاء الله لمتابعينا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عبر الفضائية المصرية. حلقة الليلة إحدى حلقات شهر أكتوبر، شهر الانتصارات العظيم، والليلة أيضا سنتناول إن شاء الله من خلال هذه الحلقة هذه الانتصارات التي غيرت مفاهيم الحرب ووضعت نظريات عسكرية جديدة تدرس إلى الآن في الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم. هذا الانتصار الذي حققه أبناء الشعب المصري متمثلا في قواته المسلحة الباسلة، واستطاعوا أن يكسروا بمعنى الكلمة أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. هذا الموضوع من جوانب متعددة نطرحه مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. لكن البداية دائما مع الأخبار، نتناول أهم ما جاء في الإعلام الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع، ثم نعود لملفنا الرئيسي. وكل عام وحضراتكم بألف خير. أهلا بحضراتكم بعد متابعة الأخبار. يسعدنا أن نبدأ مع حضراتكم الملف الرئيسي في حلقة الليلة عن حرب أكتوبر وهذا الانتصار العظيم الذي حققه أبناء الشعب المصري والجيش المصري العظيم في 6 أكتوبر. 51 عام مروا على هذه الذكرى العطرة. بالتأكيد هناك مستجدات وهناك أيضا تاريخ، ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نفصل التاريخ الحديث والأحداث الجارية عن الماضي. وفي الواقع المتعمق في الدراسات العسكرية والشؤون الاستراتيجية سيكتشف بسهولة أنها حلقات متصلة. يسعدنا ويشرفنا أن يصحبنا في هذا الطرح اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حازم وبالسادة المشاهدين، سواء كان في مصر أو في العالم العربي أو في العالم كله، في الشعوب المحبة للسلام كلها. أعتقد أن هذا الإنجاز التاريخي اللي نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية قدر يقدم للعالم نتيجة إيجابية على قدرات المقاتل المصري عبر التاريخ، وكيف أنه لا مستحيلة بالنسبة له. بمعنى ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، باللغه العاميه ما فيش حاجه اسمها مستحيل بالنسبه للمصري. مصر قادر على تجاوز الازمات، قادر على تجاوز التحديات، وده يدينا ثقه في نفسنا النهارده في ظل التحديات اللي بتحيط بنا من كل اتجاهات ان احنا نمتلك وقادرون. وعشان كده يمكن القوات المسلحه عملت 2020 قادر 2020. الترجمه حرفيه للواقع اللي احنا عايشينه. الاختيار ده ما بيبقاش عشوائي. حتى المسمى نفسه جاي مرتبط بهذا الكلام. قادر على تجاوز كل التحديات، كانت كافه الاتجاهات الاستراتيجيه في نفس الوقت. يعني بتجابه كافة الاتجاهات الاستراتيجية أحداث عليها في نفس الوقت، وبشراك كل عناصر القوات المسلحة سواء جوية بحرية دفاع جوي قوات برية، يعني كل العناصر الموجودة داخل القوات المسلحة كانت مشاركة وبتقدم الدور. وما ننساش برضو ما يفوتناش ان احنا نقدم تحية إجلال وتقدير لشهداء مصر عبر التاريخ. لو لهم ما كنا هنا فعلا، يعني هؤلاء هم حكاية شعب، ده الشعب المصري. العناصر دي اللي ادت روحها بكل تجرد وكل فداء، ومش عايزين حاجه غير اسم مصر وسمعه مصر. اعتقد وجب ان نحييهم في يومهم، فهذا هو يومهم الذي يعني نبحث دائما عن تقديم العرفان والوفاء لاسمائهم ولذكرهم العطره اللي بذلوا فيها ارواحهم او جزء من اعضائهم الجسديه في سبيل بقائنا او حياتنا في هذا التوقيت. وحتى يعني كلمه او شعار حكايه شعب، ده الشعار اللي اختارته الشؤون المعنوية السنة لهذا العام، لهذا العام لاحتفالات مرور 51 عام على انتصارات أكتوبر، حكاية شعب. لأن دي بالفعل أو يعني الشعار ده بيعبر عن هذا الإنجاز العظيم. لكن احنا عايزين نشير برضو خصوصا للأجيال الجديدة يا ست اللواء، إن يوم 6 أكتوبر ده ما كانش يوم يعني زي ما بنقول كده طلع لوحده من التاريخ، لكن ده كان بيسبقه استعدادات كبيرة جدا على مدى سنوات طويلة، وهي حرب الاستنزاف. شوف حضرتك، يمكن ألف يوم، مدة حرب الاستنزاف 1000 يوم. الألف يوم دول كان فيهم مجموعة من الإنجازات اللي تمت يعني أقدر أقول من خلال 3 مراحل رئيسية: مرحلة الصمود، ومرحلة الدفاع النشط، ثم مرحلة الردع أو مرحلة التحول.
المرحله الثالثه والمرحله الاولى والثانيه والثالثه كانت ليها اسباب ومحدده، كان لازم نبني فرض المقاتل، لازم نبني القوات المسلحه، لازم نعيد صياغه ترتيب وتشكيل القوات، لازم نعمل جاهدين على الارتقاء بقدرات القتاليه وانواع التسليح وتدريب جيد للابطال عشان لما يجي يخش في المرحله الرئيسيه في اطار استنزاف العدو يكون قادر، وابتداء بدءا بقى من مرحله الدفاع النشط وهي اللي بنقوم من خلال اوضاع الدفاع العمل اعمال هجوميه. واحنا في مرحله الدفاع اللي هي مرحله اثناء ما كنا محتلين وبنقاوم العناصر العدائيه اللي بتتواجه بنجابها خلال فتره الست سنوات، كانت المقاتل المصري والدوله المصريه والشعب المصري بعد مرحله الاعداد اللي استمرت قرابه السنه تقريبا خلاف السنوات السابقه ليها في اطار الاعداد، اه يعني كان 67 لغايه سبتمبر 68 صحيح، فكانت من يونيو 67 لسبتمبر 68 كانت هذه المرحله مرحله التحدي، ثم بعدها الدفاع النشط اللي استمرت من يوليو 68 وحتى فبراير 69 او بدايه مارس 69، ثم من مارس وحتى نهايه 69، وبدايه من سنه 70 كانت العمليه الاستعداد الكامل للحرب الغير محدده التوقيت اللي في اطار خطه الخداع الاستراتيجي. عشان كده كان في تجارب كثيره تسبق هذا اليوم. اللي عايز اقوله ملاحم بطوليه تمت في هذه الفتره، انجازات كبيره على الساحه قدرت تستنزف اسرائيل وتحدد حجم القوات. وانا هذكر بس بطوله من البطولات اللي اتذكرت، لما يطلب احد القاده من ابناء الصاعقه المصريه الحصول على احد الاسلحه وهو صاروخ، قطعه صاروخيه معينه لها مدايات لها قدرات قتاليه قويه جدا، ويطلع هذا الشهيد ابراهيم الرفاعي البطل بمجموعته هم ثلاث قطع عند اسرائيل، يجيب الثلاثه ويجيب عليهم عسكري عشان يوضح كيفيه الاستخدام، يعني المجند يعني مطلوب ان يجيب واحد بس، جاب الثلاثه. عندنا كان ابطال يعني ارواحهم على كهوفهم فعلا، لانهم مؤمنين بقضيتهم، هم ناس ما حاربتش في 67 فعايزين يثبتوا هذا الكلام، وده اللي وصلنا لمرحله 73. اول ما دخلنا بقى في بدايه التخطيط، تخطيط جيد جدا 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 يعني ابهر العالم ولا زال يبهره، فكره التخطيط الجيد لحرب اكتوبر 73 يعني تخطيط زي ما بيقولوا باللغه العاميه ما يخرجش الميه، ما فيش حاجه للظروف، ما فيش حاجه للطوارئ، يعني نبدا بالراحه كده نسلسل فكره التخطيط وازاي تم بناء القوات المسلحه للوصول للهدف الرئيسي هو ايه؟ اقتحام قناه السويس والقضاء على الموانع الموجوده فيه سواء كان من ساتر ترابي او من منع مائي، ثم فتح الثغرات في هذا الساتر والتحول للهجوم وتحقيق المهام. في حاجه فضل مهمه جدا كمان في النقطه اللي سيادتك بتتكلم فيها، وهي ان يعني العنجهيه الاسرائيليه والسلف واحساسهم بانهم جيش لا يقهر وان هم اليد الطوله والكلام، الحقيقه يعني كلها طلعت مجرد كلام في الهوى، نظريات كاذبه نظريات كاذبه وضعوها لنفسهم في اطار حرب نفسيه في ست ساعات يعني تبخرت انتهت يعني تبخرت. ما انا بص حضرتك هي دي السمه السائده في جيش الدفاع الاسرائيلي، هو دايما ما يعني يضع امامه هاله من يعني المواقف اللي تؤكد على ان هو قادر او يروج لهذا الكلام تروج جيد جدا، لدرجه ان في الفتره الحاليه بداوا يروجوا ان هم اللي انتصروا في 73 يعني من ضمن الاكاذيب اللي بيطرحوها في ظل افتراءات على الدوله المصريه وعلى الشعب المصري وعلى الانجاز المصري، بيحاولوا ينسبوا لنفسهم من خلال ايه؟ المعلومات الكاذبه المضلله والخطه المنهجه على ذلك. انت تخرجنا بس من خطه العبور الى خطه مجابهه هذه التحديات. لا هنرجع لها تاني، خلينا في العبور. تمام. نرجع للعبور تاني بس على ملحمه بناء القوات المسلحه في هذا التوقيت كانت ملحمه بطوليه يعني غير مسبوقه، العرق في التدريب فعلا يوفر الدم في المعركه. اترصدت الخطه، انا محتاج ايه؟ محتاج مقاتل قوي جاهز مستعد متأهل. طب ايه العوامل اللي توصله؟ لازم يتدرب كويس، يتدرب في مكان مشابه لأرض المعركة، يبتدي ينتقل من مناطق الانتشار الى تنفيذ هذا العمل في مناطق القتال الرئيسية بدءا من مناطق الانتشار ثم مناطق الانتظار الأمامية الى الوصول الى الخطوط الفتح، وابتدي يتعامل مع العاديات اللي امامه ويحقق فيها انتصار. المرحله دي وفتح وخطه الفتح الاستراتيجي اللي حركت القوات من الغرب الى وصولهم الى الحد الامامي وقناه السويس ثم اقتحامها ثم فتح الثغرات ثم استمرار التدفق، دي ملحمه في حد ذاتها بطوليه. ليه؟ لان كان لازم يكون عندك قدره على الاخفاء والخداع.
لان انت مكشوف ده عالم الاقمار الصناعيه موجوده والرصد الامريكي موجود والمتابعه وتسلسل المعلومات موجود، فاي حركه في سبيل تحقيق النصر مرصوده ومعلومه، فبالتالي هيبقى هو يحتاط ليها. ففكره الخداع هنا، الخداع بقى اللي والمفاجاه اللي تحققت، اللي اصبحت هذه المفاجاه هي احد يعني احد عناصر الاسلحه المشتركه الحديثه، تبقى مرسومه ومقننه ومحسوبه على الخطوط المسلحه المصريه فقط على مستوى العالم. يعني كل عالم، كل جيش العالم بتعمل مفاجات، ولكن فكره ان المفاجاه تنسب الى الجيش المصري عبر التاريخ من خلال انتصاره في 73 لانه فعلا حقق مفاجاه غير متوقعه. هو الدراسات العسكريه والاستراتيجيه دايما بتؤكد على عنصر المفاجأة، لكن هناك ثوابت في تحقيق المفاجأة. ده المثال، ده الايديال سوليوشن للموضوع ده، الحل الانسل او النموذج اللي ممكن نقوله للعالم كله عن عنصر المفاجأة لما جي نقدمه للدارسين او الاستراتيجيين المتخصصين، نقول لهم المفاجأة قدرها او عملها عمليه القوات المسلحه المصريه، عملها الجيش المصري في هذا الموضوع. ويعني الاستراتيجيه موجوده اللي هي عنصر المفاجاه، لكن اختلف تنفيذها في توقيت الحرب، في اسلوب الهجوم، في يعني معروف ان يا اما في اول نقطه من اول ضوء او اخر ضوء او اخر ضوء، مش الساعه 2 او 5 تبقى من هذا الاجراء. ما انا بقول لحضرتك دي بقى الملحمه، بدا من بناء القوات المسلحه ثم اختيار فكره شكل العناصر اللي تحارب، الخطة نفسها هتهاجم ازاي، فكرة العبور وفكرة تدفق القوات من غرب الى الشرق على على الكباري والمعديات والمعابر ازاي. طب لو اتضرب معبر من المعابر لموقف طارئ، فكرة المناورة، لان حضرتك عارف المنطقة ضيقة، فالتكدس هناك بهذه القطع الكتيرة يحصل فيه خسائر كتير، ويبقى هدف ثابت للقوات الجوية الاسرائيلية انها تتعامل معاه. ففكرة تأمين الشاطئ الغربي لقناة السويس المتواجدة عليه القوات قبل العبور، دي ملحمة بطولية في حد ذاتها، دارتها على راس الدفاع الجوي باستهداف كل الطلعات الجوية اللي جاية من مطارات اسرائيل او من مطارات سواء كان في سيناء او في اسرائيل من البداية. يعني الرصد ده والتتبع ده يا فندم مش من فراغ، فكان لازم يكون عندك قوات دفاع جوي قادره لحمايه سماء مصر مما كان يدعونه، اليد الطوله التي تصل الى اي مكان من ضمن الاكاذيب، فكان لازم تطحن كل الاكاذيب اللي رصدوها. الخط الذي يقهر يبقى لازم يقهر، المنع الماء الذي لا يتم عبوره لا بيقتحم، بيقتحم في ظل النابالم اللي انت عامله، في ظل العوامل الجويه والعوامل الجغرافيه المختلفه المد والجزر وما شابه، انت لا اقتحمت جزر. في ظل عنصر او مانع ما حدش ياخد باله منه، يعني قد يرى البعض ان الامور ماشيه سهله، لا مش سهله، لا طبعا ده ساتر، ده كوبري مرصود على اثنين اتجاه، يعني على اتجاهين، الاتجاه ده بتاعي انا ممكن اجهز فيه واعمل فيه، طب الاتجاه الثاني انا اللي مش عندي اللي في حضن العدو اعمل فيه ايه؟ طب لما اروح له واستخدم بشبور الميه من خلال الترمبات الله يرحمه بقي زكي وفكرته العبقريه في فتح الثغرات في الساتر، الهاله اللي نازله من الرمال دي اللي نازله من الساتر الترابي، ما هو مع مزجها بالميه بتعمل حاله من التشبع وفي بنسميها باللغه العاميه الروبه. الروبه دي ما هتعمل انزلاق للمركبات حال عبورها. يعني انا عبرت خلاص بالكباري، هم اللي يوصل ما في مش العجل بتاعه مش هيدور مش هيدور مش هيمشي هيثبت مكانه يعني يتزحلق ويقع في الميه تاني، يعني ما عملتش حاجه او حصل تكدس على راس الكوبري مشكله. فلازم يكون عندي اليه للتعامل مع الموضوع ده، كل الحاجات دي مواقف درست بالظبط. فده التخطيط، لازم التخطيط ثم التنفيذ من خلال اجراء تجارب. يعني حتى فكره العبور نفسها، اولا فكره جلب الطلبات من دول اوروبا ووصولها الى ميناء الاسكندريه وتشوينها وتقعد 6 اشهر في وتتسرب بالقطعه عشان تصل الى الخطبة او انشاص عشان تجرى فيها التجارب لعمليه الاقتحام، ويتعمل ساتر ترابي مشابه لخط بارليف ومزود ببعض يعني الاعمال تمثيل جو المعركه لكي يستشعر المقاتل نفس الجو ونفس الاسلوب، ويبتدي ينفذوا في اعمال الفتح للثغرات باستخدام الاستروبا. ملحمه بطوليه في حد ذاتها كان لازم نقف قدامها. فالتخطيط الاستراتيجي في هذه المرحله وهذا التوقيت كان باحترافيه شديده، يؤكد ان المنفذ محترف، لان مفيش ثغره، الثغره في هذا كانت تودي بحيات او تفشل طبعا، خلاص الموضوع كله هيفشل. فبالتالي كان النجاح واضح. يعني هبدا مع حضرتك الحديث عن دور الولايات المتحده الامريكيه في هذا الحرب، في هذه الحرب
تحديدا مرورا بالدور اللي بتلعبه الولايات المتحدة لصالح إسرائيل في كافة المراحل بما فيها المرحلة اللي احنا بنعيشها الآن. الدور الأمريكي يعني صريح وواضح فيها، وإزاي بقى ان احنا يعني فعلا كدولة كقوات مسلحة كقيادات كشعب حتى خد الدرس بمعنى الكلمة من انتصار أكتوبر، ويعني من الصعب بل يكاد يكون من المستحيل أن ينتصر علينا أي عدو آخر. ويمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة عند الإشارة إلى حرب أكتوبر قال الجيش اللي عملها مرة ممكن يعملها ويكررها أكثر مرات. عايز يعني تفاصيل أكتر بقى في الجزء من حلقتنا عن المحاور دي، دخولا كمان للصراع اللي احنا عايشينه الآن، وإزاي نستلهم روح أكتوبر وانتصارات أكتوبر في عبور هذه المرحلة الحرجة. لكن اسمح لي بعد ما نتابع هذا التقرير سيادة اللواء مع مشاهدينا، نتابع هذا التقرير مشاهدينا مع حضراتكم ثم نعود لاستكمال الخط أزرق. أهلا بحضراتكم من جديد بعد متابعة التقرير. يسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بسيادتك مرة تانية يا فندم. دكتور حازم أهلا وسهلا. ويعني أمريكا من حرب أكتوبر مرورا بمراحل السلام المختلفة، مرورا بعد كده بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني بقى، يعني هذه المراحل اللي عدت بيها والدور اللي بتلعبه أمريكا هذه الأيام، يعني هل بتجد أنه دور متكرر لكن بصور مختلفة، أم أن السياسة الأمريكية اختلفت تبعا للتاريخ تبعا للظروف المحيطة؟ شوف، أولا طبعا أمريكا من مصلحتها دعم إسرائيل، لأن أحد أهدافها الرئيسية في المنطقة بعد التأمين كل الشيء بالإضافة لأمن إسرائيل، يعني كل تأمين مصالحها، التحكم في مصادر الطاقة، الهيمنة على العالم من منطقة المركز السيقلون المتمثل في المنطقة العربية، تأمين إسرائيل. يمكن يكون هدف قومي والله، يعني ده رئيسي في الولايات المتحدة. بالدلالة على ذلك هنقولها دلوقتي يعني في سياق الكلام هنقولها. ففي 73 عملت جسر جوي، يمكن هنا تيجي تظهر بقى وقفة العربية. الجسر الجوي ده وصل 22 تقريبا 1000 طن أسلحة ومعدات إلى إسرائيل. إلى إسرائيل. من خلال هذا الجسر وصل الى ان يعني انه يقدم معدات لسه اول ما يعني نازله، ما عملتش كيلومترات، اول استخدام. الدلاله على ذلك لما في بعض القطع اللي استولى عليها القوات اثرت على القوات المسلحه، نلاقي العداد اكتر من اقل من 100 كيلو في المسافه. المسافه اكتر من 100 كيلو ما بين الخط القناه وما بين داخل اسرائيل او في داخل فلسطين المحتله باسرائيل. فما بالك بقى بحضرتك ان اقل من 100 كيلو، يبقى الدلاله على ايه؟ اسقطت من الجو في سيناء لكي تؤدي مهمه. فالطياره الدبابه جايه جاهزة أو المعدة جاية جاهزة تنفذ مهمة بتسلحها بكل شيء، يعني اللي عايز أقوله 30 يوم. بالمناسبة الجسر ده تستمر 30 يوم. جه الوقف العربي اللي ناور بسلاح البترول طبعا. قال إيه بقى؟ طبعا اللي هو وللدعم. اضطرت أمريكا تلجأ إلى البرتغال وتوزع من خلالها وتوصل الرسائل من خلالها إلى إسرائيل. ده جزء مهم في السياق ده. طب نشوف نقرن بقى ما تم ومستمر من 73 الى ما وصلنا الى الان. نيجي للحظه الاخيره هنا. امريكا عايزه تهيمن على العالم، وقلنا تتحكم في مصادر الطاقه وتامن اسرائيل، ده اهداف رئيسيه واضحه ليها، وتامن مصالحها طبعا في المنطقه. طيب يبقى روسيا تنشغل، المنافس ليها في القطبية في أوكرانيا، والصين في بحر الصين الجنوبي وفي تايوان. لا بؤر الصراع اللي أنا بتكلم على إشغالية القوى الكبرى المنافسة ليها. حتى الاتحاد الأوروبي إن كان في دولتين ثلاثة يعني هم اللي بيحاولوا يدوا شمخة أو إحساس، خرجوا إنجلترا من الملعب. بقت ألمانيا وروسيا، ألمانيا وفرنسا اللي بيتعاقب. نشوف بعض الإجراءات. ألمانيا تسكت شوية، ماشي أوكي. فرنسا سترات الصفرة، فمش عارف إيه، شوية قلاقل داخلها تديها حالة من عدم الايه الانشغال بالداخل، انشغال بالداخل في بعض الشيء. فبالتالي ادي الفلسفه في النهايه. طيب الصوره دلوقتي كمالا هاريس تقول حل القضيه الفلسطينيه وحل الدولتين وهو ده السبيل الرئيسي لايقاف اطلاق النار في غزه وهدوء المنطقه، وده اللي بيتفق مع الرؤيه العربيه. ماشي. الثاني بلينكن نفس الكلام.
ويليام بيرنز نفس الكلام، مبعوث الامن او المسؤول عن الامن في القوه هناك. اخر حاجه وزير الخارجيه بلينكن نفس القصه. اذا الاربعه بتوع الاداره الامريكيه متفقين ان هم الحاليه الاداره الحاليه على ان ايقاف اطلاق النار وحل الدولتين والاعتراف بالدوله الفلسطينيه كدوله كامله. ودي الرؤيه الدوليه. انا متفق مع حضرتك. تعال بقى للفعل على ارض الواقع. لما بيطلع تصريح او اتفاق من اي دول في مجلس الامن نلاقي الفيتو الامريكي مقرون بهذا الموضوع. اول واحد يفشل هذا الكلام. يعني كان في 73 اديتهم قد كده، النهارده ضمن 96 مليار منهم 26 مليار دولار أسلحة خاصة لإسرائيل خلال الشهر اللي فات ده، اللي ثلاث دول كانت ادت تايوان وادت إسرائيل وادت أوكرانيا ب 96 مليار منهم 26 سلاح فقط لغير لإسرائيل في ظل حربها دي. طب ما هو ده في حد ذاته يعتبر يعني انكفاء ناحية إسرائيل وحرص على تحقيقها المطالبة. طيب الأعمال اللي بتنفذها إسرائيل في المنطقة واتهاماتها الكثيرة جدا مختلفة، بتلاقي المبررات طالعة تتوالى على هذا الموضوع. يعني ان كان في تصرف اتجاه قطاع غزه وتدمير لبعض البنيه التحتيه يقول لك دي بنيه تحتيه الحماس، دخلوا على جنوب لبنان وابتدوا يعملوا اجراءات، النهارده بيتقدموا في ظل اجتياح بري. طب نفس المشهد ونفس المشاهد اللي اتعمل يعني بيتكرر نفس الاسلوب. يعني الاسلوب الهجوم الاسرائيلي نفس الاسلوب، سواء اغتيال القيادات او افشال الاتصال وسائل الاتصال والقياده والسيطره، بس طبعا افشال البيجر والكوتوكي ده كان ملحمه اولى اوليه. ثم بعدها الملحمه الثانيه كانت من وجهه نظر اسرائيل، طبعا الملحمه الثانيه كان القضاء على الرؤوس وقطعها الاغتيالات اللي تمت للقاده السياسيين والعسكريين وبيستخدموا فيها التقنيات الحديثه والتقنيات التطور التكنولوجي المصاحب للعمليات دي. يعني بيستغل التكنولوجيا المتقدمه في العبث، لكن لا ننكر وجود الخيانه. لا طبعا هذا عنصر واضح وباين، ولو لم يكن هذا العنصر موجود ما كانش هيتحقق النتائج بالطبيعه. بالظبط، ما كناش هنشوف ال 5000 بيجر اللي توزعوا على القيادات بتاع حزب الله في لبنان، ما كناش هنشوف اغتيال اسماعيل هنيه في قلب المكان الامن داخل ايران، وما كناش لقينا من مقتل قاسم سليماني مورا بفؤاد شوقي بكل القيادات اللي تم اغتيالها، حتى حسن نصر الله في الاخر. عايز اقول يعني العناصر دي بالملحمه الثانيه بتمهد كل ده ليه؟ الاجتياح البري، وهو ما تم الاجتياح البري بعد ما بتقضي على تسكت الرؤوس. هيقول لي طب 2006 كانت موجوده في جنوب لبنان وعملت نفس الكلام اللي عملته في غزه، بيتكرر تاني في جنوب لبنان بنفس الاليه والفلسفه. فاذا الاستراتيجيه ثابته سواء من التدخل الاسرائيلي او من الدعم الامريكي غير المسبوق ليها. ونيجي نقف هنا بعد احداث 11 سبتمبر، كان هناك تصريح لبن لادن بيقول ان احداث 11 سبتمبر، مسجل فيديو بالمناسبه، احداث 11 سبتمبر اللي تمت في الولايات المتحده الامريكيه كانت بسبب الدعم غير المسبوق من امريكا لاسرائيل. وهذا الكلام موجود بالفعل وكان ومطروح لغايه 7 اكتوبر. بعد 7 جريده الاندبندنت هي اللي حطها على موقعها، ازالته بعد 7 اكتوبر لان كان واضح وصريح ان ما يتم في 7 اكتوبر نتيجه بعد 7 اكتوبر دعم امريكي غير مسبوق لاسرائيل عشان تقدر تظهر بحالتها او صورتها السليمه في المنطقه. نرجع للتكنولوجيا المتقدمه اللي حصلت لما شفنا استخدام حماس لبعض الوسائل المتقدمه سواء من خفاش الطائر او من الادوات المستخدمه في استهداف 7 اكتوبر 2023، كان واضح جدا وجلي هذا الهوان الذي تعرضت له اجهزه الامن الاسرائيليه والمخابرات. فكانت عايز تثبت للعالم انها قادره على او لسه موجوده في الملعب او في الساحه لديها الرد، لديها سقوط الرد. فاستخدمت العمليه الخبيثه الخسيسه اللي استخدمت في قتل قيادات حزب الله في لبنان وبعض المنتمين للحزب باستخدام الوسائل البيجر. ما هي اللي يعني في شركات بتقول ان هي اللي حصلت مناقصه وخدتها وتوردت لايران وايران خدتها اديتها لبنان، والشركات دي ليها علاقه بالموساد بالظبط. طيب احنا بنقول ان اللي بيتابع هذه الاحداث مع اختلاف طبعا الزمن، لكن بيجد ان هناك بعض التشابه في ان اللي بيشوف ما يحدث الآن ربما يقول إيه القوة الجبارة اللي بتتمتع بها إسرائيل دي، وإيه الكلام، وإنه فعلا ده الجيش ده لا يقهر.
طيب. وان الكلام اللي بيعملوه ده يعني ومين يقدر على هذه القوه، وان هم ما بين الحين والاخر بيشيروا الى سيناء، وهناك اطماع، هناك اطماع في الارض، وبيعلنوا ان اسرائيل الكبرى، ويطلع رئيس الوزراء في الامم المتحده بخريطتين، خريطه لاسرائيل الامن والامان والسلام والبناء، وخريطه اخرى للهدم، ويروج للفكره. ولكن بيبقى ان مصر والقياده المصريه عبر يعني الكثير من المواقف بتعلن ان لا، يعني الجيش المصري ومصر غير قابله لانها تكون رقم في معادله، وان ما تحقق في اكتوبر الجيش المصري اللي انتصر في اكتوبر يقدر يعملها مره ومره. ده الحقيقه تصريح يعني بارز جدا الحقيقه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اولا عايز اطمنك واطمن الشعب المصري كله واطمن نفسي واطمن كل الدول المحبه للسلام والشعب المحبه للسلام ان القوات ان الدوله المصريه تمتلك قوات مسلحه مصريه قادره غاشمه، قادره مره تانية على تلبيه متطلبات الامن القومي المصري في اي اتجاه وعمقه الاستراتيجي، في اي اتجاه وعمقه الاستراتيجي، عشان رساله الطمانه دي تصل للجميع. احنا نمتلك القدرات والامكانيات في تلبيه متطلبات الامن القومي المصري، لن يجرؤ احد على العبث بمخدرات الدوله المصريه. والقوه المصريه دي هي الحقيقه قوه ردع دائما، يعني هي قدره. ما هو كان زمان بيسالوك انت بتسلح ليه؟ فعارف احنا بنسلح ليه دلوقتي؟ المشهد في المنطقه ومحيطنا الاقليمي يقول لك انت بتسلح ليه؟ لو ما عنديش السلاح ده كان 8 لا طبعا خلاص مطمع. كنت تعرض وانا طول عمري مطمع. يعني لا مطمع بقى من الاحساس ان انت ضعيف. بالظبط. النهارده من منطلق القوه، من منطلق القوة بعد نقول لحضرتك ان انا عندي القدرات والامكانيات التي تلبي احتياجاتنا متطلبات الامن القومي المصري واحتياجاتنا الامنية في الظرف الحالي في ظل التهديدات الممنهجة من كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، لا مفيش حاجة اسمها سينا، محدش يقرب من سينا، محدش يقرب من ناحيتنا خالص، لان ده معناه نروح نموت احسن. دي اتقالت برضو. ايوه نروح نموت احسن. ما تقلقش يا دكتور. لا طبعا مصر بأمان. لا انا عايز استلهم الاحداث اللي كانت بتقول ما كان صعب، مستحيل. مستحيل. مش كل الناس قالت كده، مش كل الخبراء قالوا ان استحاله ان في عنصر من الغرب يوصل للشرق، وان احنا يعني قدراتنا العسكريه وتجهيزاتنا واسلحتنا مش متقدمه طيب بظل هذا السلاح الغير متقدم زي ما سيادتك بتقول انتصرنا وحققنا اعجاز لا زال يدرس في الاكاديميات العسكريه، نتباهى ونتفخر به ونرفع رؤوسنا، لان كنا بنقول كلمه حكمه، خير لنا ان ننال عطف العالم باحترام على ان ننال عطف العالم بغير احترام. اكيد. ده قالها الرئيس السادات رحمه الله عليه. يعني الحقيقه احنا دايما بنقول يعني مصر بشعبها العظيم وجيشها من رجال هذا الشعب وأبنائه، يعني دائما بتكون قادرة على حماية مقدراتها وعلى حماية أمنها القومي وعلى تحقيق عنصر المفاجأة وعنصر الردع على أي من القوة اللي ممكن أن هي تتخيل أن هي ممكن أن هي يعني تجير على الحق المصري أي ما كان. يعني دايما ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا ويحفظ جيشنا، وبتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك للمشاركة دي كل سنة، وسيادتك وكل الدولة وكل القيادات المصرية والجيش المصري العظيم بخير بمناسبة انتصارات أكتوبر. لواء أركان حرب عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، شرفتنا. أهلا بك يا دكتور. شكرا جزيلا لسيادتك، وكل الشكر والتقدير لمشاهدينا أينما كانوا من خلال هذه المتابعة وخط أزرق. الأسبوع المقبل لقاء متجدد وخط أزرق جديد.